بلوتو هو كوكب قزم يبعد عن الشمس لدرجة أنها لا ترى منه إلا كنجم نير، كما أنه كان أصغر كواكب المجموعة الشمسية التسعة. ولكن الاتحاد الفلكي الدولي قام بإعادة تعريف للمصطلح كوكب في 24 من أغسطس عام 2006، واعتبر بلوتو كوكباً قزماً، ليصبح عدد كواكب المجموعة الشمسية 8. له قمر شارون، وحجمه يبلغ ثلثي حجم بلوتو تقريباً، بالإضافة إلى قمرين صغيرين. كان الرومان يعتقدون أن الإله بلوتو هو إله العالم السفلي، ويحمل الحروف الأولى من الفلكي المعروف. جاذبية هذا القمر شبه معدومة بسبب صغر حجمه وقلة كثافته، فلو كنت افتراضاً فوق بلوتو ووزنك فوق الأرض 70 كيلوغراماً، فسيصبح وزنك 4 كيلوغرامات. وحجم بلوتو يصغر عن أحجام 7 أقمار في المجموعة الشمسية. ومن شدة صغره لا يعتبره كثير من علماء الفلك من الكواكب، بل حاول البعض اعتباره تابعاً لنبتون. وبلوتو هو الكوكب الوحيد الذي لم تزره مركبة فضائية لبعده، لهذا فالمعلومات عنه غير واضحة وقليلة نسبياً، ولا توجد له صور واضحة المعالم كبقية الكواكب، ولا سبيل أمام العلماء سوى التخمينات حوله وتخيله أو تصويره عن بعد. تبلغ متوسط درجة حرارته سالب 234 درجة مئوية، وجوه مكون من الميثان والنيتروجين. تصل متوسط المسافة من الشمس إلى كوكب بلوتو نحو 5.914 مليون كيلومتر تقريباً، وتقدر مسافة بعده عن كوكب الأرض نحو 28.8 فلكية، ومتوسط سرعته المدارية حول الشمس ما يعادل 5.4 كيلومتر في الثانية الواحدة. أما مدة دورانه حول نفسه قرابة 18 ساعة و26 دقيقة. أما مسافة قطره عند خط الاستواء نحو 2300 كيلومتر. بدأت الأزمة بعد انتهاء مؤتمر الفلكيين الدوليين، حيث كان المقرر أن يقوم العلماء فيه بتحديد مصير لقب بلوتو الكوكبي. هل سيظل بلوتو كوكباً أم سيصنف على أنه نوع آخر من الأجرام الفضائية؟ وانتهى المؤتمر باتفاق الموجودين على إسقاط اللقب عن بلوتو، ووضع تعريف جديد لمفهوم كلمة كوكب يتمثل بشكل رئيسي في وجود نوعين منه ككواكب أقزام. أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً في الرأي العام العالمي، وهو أمر طبيعي، عن تأثير هذا على المناهج الدراسية وما تعلموه طوال حياتهم، وانقسموا ما بين مؤيد ومعارض ومحايد. وظهرت آثار هذا الجدل في أوضح صورة في عالم المدونات الإلكترونية. فمثلاً كتبت دولمان في مدونة هيا نتحدث عن، تحت عنوان ألا تشعرون بالحزن لأجل بلوتو، أنه قد أدى دوره وترك بصمة واضحة في تاريخ مجرتنا في زمن تتغير فيه الظروف والمعطيات بسرعة الضوء. أطلق أحد المدونين الفلبينيين تحية ملك الكواكب القزمة مقتنعاً ومرحباً بالتصنيف الفلكي الجديد، ويبدو أن محبي بلوتو قد يفرحون قريباً مرة أخرى. فقد وصلت الأزمة قمتها عندما بدأت مجموعة أخرى من العلماء حملة مضادة عنيفة على هذا القرار، فهم يرون أن تلاعباً تم في عملية التصويت. وقالوا في بيان حملتهم لجمع توقيعات علماء الفلك المعارضين أن 428 عالماً فقط هم من قاموا بالتصويت من أصل 10,000 عضو تقريباً باتحاد الفلكيين الدوليين. وفي أقل من 5 أيام وصل عدد الموقعين على عريضة الاحتجاج هذه 300 عالم، من بينهم أشخاص قاموا بدراسة كل كوكب وكويكب في مجموعتنا الشمسية، وبعضهم شارك في حملات استكشاف مجموعتنا الشمسية التي تمت باستخدام الروبوت. وبوصولهم إلى هذا العدد أغلق المنظمون العريضة معتبرين أنها أدت دورها وأوضحت رسالتهم جيداً للاتحاد، إلا أنهم ظلوا متمسكين بموقفهم، وقد تم حذف بلوتو من تصنيف كواكب مجموعتنا الشمسية بسبب صغر حجمه، وذلك عام 2006.
ويبلغ حجم بلوتو أقل من خمس حجم الأرض. في 3 يناير عام 2006 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا المسبار نيو هورايزونز من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا، وقد زود الصاروخ بخمسة محركات إضافية تعمل بالوقود الصلب، ويزن المسبار 454 كيلوغرام، وتبلغ تكلفته أكثر من 650 مليون دولار أمريكي، وينطلق بسرعة 75,600 كيلومتر في الساعة. وسيقوم المسبار بالدوران حول كوكب المشتري، وذلك للاستفادة من قوة الجاذبية ومنح المسبار قوة إضافية، حيث سيزيد ذلك من سرعة المسبار إلى 21 كيلومتر في الثانية. ويتوقع أن يصل المسبار نيو هورايزونز إلى كوكب بلوتو بعد 10 أعوام ليلتقط أول صور لبلوتو وأقماره، وسوف يقوم بجمع البيانات وستظهر أولى الخرائط، وذلك قبل 3 أشهر من الاقتراب من كوكب بلوتو وأقماره. وسيقوم المسبار بقياس انبعاثات الأشعة فوق البنفسجية من الغلاف الجوي لبلوتو. بلوتو ذلك الكوكب غير المعروف النشأة، والذي تختلف طبيعته عن بقية كواكب مجموعتنا الشمسية بعد اكتشافه مباشرة. توقع العلماء أنه سيتفتت في غضون 10 سنوات على الأكثر، إلا أنهم فوجئوا به يزداد كثافة وقوة، مما جعلهم يعيدون حساباتهم أكثر من مرة. وكان بلوتو في البدء الكوكب 8 في بعده عن الشمس، إلا أن تقاطع مداره مع مدار كوكب نبتون وتخطاه ليصبح ترتيبه 9، ويتوقع العلماء أنه سيظل كذلك لمدة 228 عاماً على الأقل منذ تخطيه لنبتون في 90ات القرن الماضي. بلوتو يدور حول الشمس بمدار بيضوي شاذ غير ثابت، ويبتعد كثيراً عن دائرة مسير الشمس. فسبب دوران الكواكب حول الشمس بعكس عقارب الساعة ناتج عن دوران الشمس حول نفسها، وبالتالي تسحب معها بقية الكواكب في نفس اتجاه دورانها بواسطة الجاذبية التي فيها. بعد أن وافق علماء الفلك العالميين بالإجماع، اقترحته الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للعلوم الفلكية يقضي بتصنيف الكواكب نوعين، كواكب كلاسيكية وكواكب أقزام. وبعد هذا التعديل فإن كوكب بلوتو المصنف بين أقزام الكواكب لم يعد كوكباً كامل الصفة، ومن ثم أصبحت المجموعة الشمسية مكونة من 8 كواكب وليس 9 كواكب، وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. وقد احتجوا بطردهم لبلوتو على أنه إذا كان من الكواكب السيارة فينبغي أن يكون أكبرها حجماً أو قريباً من حجم نبتون وأورانوس، لأنه أبعدها عن الشمس، كما ينبغي أن يدور حول الشمس من اليمين إلى اليسار كحال بقية الكواكب. فسبب دوران الكواكب حول الشمس ناتج عن دوران الشمس حول نفسها، وبالتالي تسحب معها بقية الكواكب في نفس اتجاه دورانها بواسطة الجاذبية التي فيها. فكيف صار بلوتو شاذاً عن باقي الكواكب السيارة؟ وإذا حاولنا تعديل دورته فيعتقد أنه يدور حول نبتون كما يدور القمر حول الأرض، أو أنه كان تابعاً لنبتون ثم انفصل عنه أيضاً، وهو يختلف كثيراً عن الأجسام الأخرى التابعة للنظام الشمسي الصخرية، عطارد، الزهرة، المريخ، أو الغازية، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، والتي تتبع مداراً دائرياً حول الشمس، غير أن بلوتو مكون من الجليد، ولو كان كوكباً لكان غازياً ولكان مداره غير مرئي تماماً، ولكان طويلاً جداً، حيث تستغرق دورته حول الشمس 247 عاماً.
فمصطلح كوكب أصبح يطلق على كل جرم سماوي له شكل مكور بسبب الجاذبية الخاصة به، وله مدار حول الشمس لا يتقاطع مع مدار كوكب آخر، وبلوتو يخالف هذه القاعدة إذ يتقاطع مع مدار نبتون. هناك حجة أخرى لطرد بلوتو من كواكب المجموعة الشمسية، وهي قانون بود في حساب البعد بين الكواكب. نستطيع بواسطته أن نحدد بعد كل كوكب عن الشمس. إيريس هو ثاني كوكب قزم في النظام الشمسي، وكان قد أطلق عليه اسم الكوكب العاشر. ينحدر إيريس من التصنيف الفرعي أقزام الكواكب الذي يعتبر كوكب بلوتو أحدها، وبالتالي إلى كوكب سيريس. كان الكوكب يعرف برمز آخر، وقد تم استبداله رسمياً إلى إيريس بقرار من الاتحاد الفلكي الدولي في 13 من سبتمبر عام 2006. اقترح الاسم بواسطة فريق مكتشفي الكوكب. اكتشف هذا الكويكب في 15 من يناير عام 2005 بواسطة بيانات جمعت من قبل 3 أشخاص في مرصد بالومار، وقد تم اكتشافه باستخدام تلسكوب يعمل بموجات الراديو. وأدى اكتشافه إلى خلاف شديد بين العلماء حول تعريف كلمة الكوكب، مما أدى هذا إلى طرد كوكب بلوتو من عالم الكواكب، وجعله كويكباً بقرار من الاتحاد الدولي لعلماء الفلك، وقرروا أيضاً أن يطلقوا على هذا الكويكب الجديد اسم إيريس، نظراً لضخامة إيريس مقارنة ببلوتو. وصفه مكتشفوه وناسا على أنه الكوكب العاشر للمجموعة الشمسية في بادئ الأمر. أدى هذا بالإضافة إلى أمور تتعلق بأجرام سماوية مشابهة له في الحجم اكتشفت لاحقاً، إلى تحفيز الاتحاد الفلكي الدولي IAU لتعريف مصطلح الكوكب لأول مرة. وفقاً للتعريف الجديد أصبح إيريس كوكباً قزماً، بالإضافة لكل من بلوتو، سيريس، هوميا وماكي ماكي. يقع موقع إيريس في النظام الشمسي في منطقة تدعى بالقرص المباثر، وهو ثاني أكبر الكويكبات القزمة في النظام الشمسي، حيث يصل طول نصف قطره إلى نحو 2.396 كيلومتر، ومدة دورانه حول الشمس لدورة كاملة فترة طويلة جداً، حيث يستغرق قرابة 557 سنة أرضية، وهي بالنسبة لكويكب إيريس سنة واحدة، ويطلق العلماء عليها سنة إيريسية. أما سرعته المدارية فهي بنحو 3.400 كيلومتر في الثانية، وهو ذو ميلان محوري بنحو 44 درجة، وكتلته وكثافته أقل من الأرض بكثير، لذلك فقوة الجاذبية عليه تصل حتى 8 بالعشرة من جاذبية الأرض، وسرعة الإفلات عن سطح كوكب إيريس تكون سريعة جداً، وتصل إلى نحو 1.3 بالعشرة كيلومتر في الثانية. يدور هذا الكوكب حول نفسه بسرعة كبيرة جداً، فعندما تدور الأرض حول نفسها في يوم واحد لمدة 24 ساعة، يكون كوكب إيريس قد دار حول نفسه 3 مرات، أي أنه يدور حول نفسه في 8 ساعات، ويتمتع بغلاف جوي انتقالي حسب الوجه المقابل للشمس، ودرجة الحرارة على سطح الكويكب تصل حتى 40 درجة مئوية، وليس له سوى قمر واحد يدور حوله أطلق عليه اسم ديسنوميا. إنه أكبر جرم كائن في حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري، تبلغ كتلته بنسبة 4% من حجم القمر، أما مساحته فقطره 1000 كيلومتر تقريباً، بالنسبة للأرض تكون بمساحة الهند أو الأرجنتين، وكتلته لا تسمح بإعطائه
الشكل الكروي التام، فهو تقريباً بشكل غير منتظم إلى حد ما. نواته صلبة، ولكن تعلوها قشرة جليدية سميكة بسمك 100 كيلومتر تقريباً، وهي تغطي مساحة 50% من حجم الكويكب. في عام 2002 رصد العلماء هذا الكويكب بواسطة تلسكوب كيك الواقع في هاواي، وهو أكبر من أكبر المراصد الفضائية في العالم. قدر العلماء أنه يحتوي على مقدار 200 مليون كيلومتر من الماء، أي أنه يحتوي على كمية تفوق حجم المياه العذبة الموجودة على كوكب الأرض. ساعد بعد مسافته عن الشمس على إضعاف وصول أشعة الشمس إليه والسماح لمكوناته بالتجمد. يمكن تفسير شكله وأبعاده بأن قشرته يمكن اختراقها بسبب وجود طبقة من الصخور على قمة الجليد، والتي تكون غير مستقرة الجاذبية عادة. ورجح العلماء إمكانية وجود ترسبات من الملح على سطح تلك الصخور، لكن لم يتم الكشف والتأكد عن هذه الترسبات الملحية بعد، وبالتالي فمن الممكن أنه قد لا يحتوي على طبقة عملاقة من الجليد، مما يعني أنه قد يصبح كويكباً مائياً للأرض عندما تتحول الشمس إلى نسق آخر عملاق. أشارت العديد من الدراسات والمسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لهذا الكويكب وجود آثار طينية وكربونية على سطحه، ودرجات حرارة سطحه يتوقع أن تكون 38 تحت الصفر. سايرس هو أول ما اكتشف من الكويكبات سنة 1801 عن طريق العالم الإيطالي بيازي، وتوقع العلماء أن سبب تكونه من الحجارة والغبار، وهي عادة تكون مكونات الكواكب. هاوميا أيضاً كوكب قزم من المجموعة الشمسية، يوجد في حزام كايبر، وقد أعلن اكتشافه رسمياً في 28 من كانون الأول ديسمبر عام 2004. أطلق عليه اسم هاوميا، وتم تصنيفه ضمن الكواكب القزمة. كان يعتبر حتى 2004 ثالث أكبر جسم في حزام كويبر بعد بلوتو وإيريس. لكن بعد اكتشاف كويكب ميكميك الذي كان أكبر منه بقليل، يختلف هذا الكويكب عن غيره من الكواكب بشكله البيضوي الإهليجي، ويدور حول نفسه بشكل أسرع 4 مرات من أي جسم متوضع ضمن المجموعة الشمسية. تستغرق فترة دورانه حول الشمس دورة واحدة لمدة 285 سنة أرضية. ورغم حجمه الصغير إلا أن لديه قمرين يدوران حوله. إنه ثالث كوكب قزم من حيث الحجم ضمن النظام الشمسي، وهو واحد من أكبر جرمين في حزام كويبر الكلاسيكي. يبلغ قطره 3/4 قطر بلوتو، وليس له أقمار معروفة حتى الآن. متوسط حرارته منخفض جداً، يتكون سطحه من الميثان والإيثان، ومن المحتمل أنه يحتوي على جليد النيتروجين. اكتشف في 31 من آذار مارس عام 2005 من قبل فريق علمي في مرصد بالومار بقيادة مايكل براون، وأعلن عنه في 29 من حزيران عام 2005، وقد أعلن عن اكتشاف إيريس في اليوم نفسه بعد الإعلان عن هاوميا قبل يومين. لكن الاتحاد الفلكي الدولي صنفه ضمن فئة الكواكب القزمة في العام 2008، وعلى الرغم من لمعانه النسبي، فلمعانه يبلغ حوالي 5 أضعاف لمعان بلوتو. لم يتم اكتشافه بسرعة، وتم بعد اكتشاف العديد من أجرام حزام كويبر ذات اللمعان الأقل بكثير. وتجري معظم عمليات البحث عن كواكب صغيرة قريبة نسبياً من مسار الشمس، ويرجع ذلك إلى زيادة احتمالات العثور على الأجرام هناك.
كشفت دراسة أعدها فريق دولي من علماء الفلك أن الكوكب القزم ماكماكي المغطى بالجليد والواقع في حدود المجموعة الشمسية لا يتمتع بغلاف جوي بخلاف المعلومات التي كانت سائدة عنه، وهو ثالث جرم من حيث الحجم بعد إيريس وبلوتو، وذلك في النطاق الواقع بين مدار كوكب نبتون وحدود المجموعة الشمسية، وهو يسبح في مدار يبعد 7.8 بالعشرة مليار كيلومتر عن الشمس، أي في مسافة وسطى بين بلوتو وإيريس. وكان العلماء يؤدون الفرضية القاضية بأن هذا الكوكب القزم يتمتع بغلاف جوي يماثل الغلاف الغازي لكوكب بلوتو، وذلك نظراً لحجمه وتركيب سطحه. لكن دراسات وأبحاثاً أخرى قام بها فريق من العلماء الأسبان في معهد الفيزياء الفلكية في غرناطة بالتعاون مع باحثين من مرصد باريس أظهرت أن الأمر مختلف، واستفاد العلماء من تقاطعات فلكية نادرة حدد موعدها مسبقاً للحصول على معلومات جديدة عن الكوكب القزم. ففي ليلة 23 من نيسان إبريل عام 2011 مر ماكماكي أمام نجمة باهتة، وقد تابع 17 تلسكوباً في أمريكا الجنوبية هذا الحدث، وتمكنت 7 تلسكوبات من تصويره طوال أكثر من دقيقة. وأظهر تحليل البيانات أن ماكماكي يبلغ طوله 1430 كيلومتر وعرضه 1502.